بكره ان شاء الله الجمعه في 3 ماتشات، امبي مع سيراميكا كليوباترا. كمان سيراميكا كليوباترا عامل بدايه هايله. طب انا اقول لك حاجه بقى، سيراميكا كليوباترا اشجع الكل، اشجع ليه؟ المدرب اللي طلعهم هو اللي مكمل بيهم هيثم، ودي حاجه ما شفناهاش قبل كده. كل نادي يطلع يغير لعيبه ويغير الكوتش، فثقه منهم حتى لما جابوا له عدد كبير من اللعيبه بناء على ان هو ادرى ان هو يدعم فرقته ازاي. فمسيرته مش وحشه، مسيرته كويسه. هيلعب امبي بقياده الكابتن حلمي طولان، كمان طلائع الجيش مع وادي دجله دي مباراه مهمه، وبيراميدز بطموحه بيواجه ذئاب الجبل بمشاكله، لانه كمان المقاولين العرب كابتن عماد النحاس سيء الحظ جدا في حكايه كورونا للمره الثانيه ويغيب عدد كبير من اللعيبه ايضا. اعتقد المستوى الظروف اللي مر بيها يعني أسوأ كوابيس المقاولين ما كانش تتوقع البدايه دي، وحتى لما بيتقدم ما بيحافظش على تقدمه. صحيح، لكن عنده امكاناته، فرقه كويسه. صحيح، يعني نرجو الشفاء للجميع ونشوف بكره 3 ماتشات الجمعه الساعه 2:30. ده طبعا الجدول اللي تم تعديله علشان بطوله العالم لكره اليد. كل المباريات بكره 2:30. يوم السبت الانتاج الحربي مع سموحه، ده مؤجل من الاسبوع السادس. مباريات بقى الاسبوع الثامن هتبدا على طول يوم الاحد، الاهلي مع البنك الاهلي، ويوم الاثنين غزل المحله مع المقصه والاتحاد وانبي، ده من الاسبوع الرابع. سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش والاسماعيلي مع المقاولين، دي من الاسبوع السادس. الزمالك مع الجونه يوم الثلاث، ويوم الاربع الختام بتاع الاسبوع الثامن دجله مع المصري. دي يمكن ابرز مباريات النهارده. لكن وادي دجله يقدم مستويات طيبه، يعني فرقه من اللي الناس بتحب تتفرج عليها. طيب اذا كانت مقالي وما قالوا كانت ضربة البداية عظيمة يا مصر.